الستريسز اللي في الشافت كتيرة، تمام. الشافت ممكن تتعرض لأكسيال فورس، اللي هو اللي احنا كنا بنحطه في اول الاستريس، لان انت اختبار الشد واختبار الضغط، اللي هو الاف السيجما بتساوي الفورس على الاريا، والاريا باي على 4 دي تربيع، تمام. دي اكسيال فورس. ممكن يتعرض ل ال تويستنج مومنت، اللي هو التورك، يبقى عليه تورك بس. ممكن يبقى عليه بيندنج بس، وممكن يبقى عليه تويستنج وايه وبيندنج مع بعض، تمام. هو ده الاشهر يعني، صعب انك تلاقي عمود عليه تويستنج بس او عليه بيندنج بس، غير الاكسل اللي احنا قلنا عليها هتلاقي عليه بيندنج بس، تمام. بس الاشهر او 90% من التطبيقات هتلاقيها كومبايند، هتلاقي عليها الاتنين مع بعض، تمام. بتصمم الشافت اول حاجة، لو العمود ده عليه تويستنج مومنت بس او عليه تورك بس، تمام. دي المعادلة العامة بتاعتك اللي انتوا فاكرينها لما كنا بناخد ستريسز. التورك على الاي بيساوي التاو على الار بيساوي سيتا على في جي في جي على ال، تمام كده. من المعادلة دي لو خدت الأولى مع التانية هتلاقي إن عندك التاو بتساوي التورك في الار على الجي، تمام. تورك في ار على جي، الجي قلنا باي على 32 دي أس 4، والار بدي على 2. والتورك هنجيب التورك منين؟ دايما قلنا العمودة بتنقل باور، فهو هيديك كونت الباور اللي انت ايه محتاجها. الباور بتساوي التورك في الايه في الاوميجا، تمام. كونت الباور معاك، والاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، والان اللي هي الار بي ام، تقدر من هنا تجيب الايه التورك. يبقى من الار اللي هي بدي على 2 ودي والجي باي على 32 دي اس 4، هتلاقي ان المعادلة دي مجهول فيها، موجود فيها دي قطر وموجود فيها تورك انت عارف تجيبه، والتاو هتجيبها من خصائص الماتيريال، يبقى انت تقدر تجيب الايه القطر من هنا، تمام، زي ما هو باين قدامك كده. فلو عندك سوليد شافت، لو العمود كله سوليد مفيش فيه فراغ او مش هولو يعني، هتلاقي ان التاو بتساوي تورك في ار على جي، تورك العزم في الدي على 2، باي على 32 دي اس 4، هتلاقي ان التاو بتساوي 16 تي على باي دي تاكي. التاو دي من خصائص الماتيريال بتساوي التاو ييلد على الفاكتور اوف سيفتي، وتورك بيساوي الباور على الاوميجا. من هنا تقدر تجيب الايه القطر هيساوي الجذر التركيبي ل 16 تي على باي في التاو، تمام كده. طب لو عندك هولو شافت، عندك حاجة اسمها الدي انر على الدي اوتر، نسبة بتساوي الكي، والكي بيديها لك انا، بيقول لك مثلا الدي انر على الدي اوتر بنص، تبقى دي قيمة الكي، تمام. فانت لو جيت عوضت في الجزء ده مثلا مكان الدي تكعيب دي بدي اوتر تكعيب ناقص دي انر، لا دي هتبقى ازاي؟ لو جيت عوضت فوق هنا، اللي فوق دي هتبقى دي اوتر، والدي اس 4 دي هتبقى دي اوتر اس 4 ناقص دي انر اس 4، هتيجي واخد دي اوتر اس 4 من المشترك، فهتلاقيها بتساوي 1 ناقص دي انر اس 4 على دي اوتر اس 4، هي تساوي كي اس ايه 4. تلاقي عندك فوق دي اوتر وتحت دي اوتر اس 4، هتطيرها مع بعضها، هتيجي بالاخر معاك علاقة بتساوي الدي اوتر بتساوي الجذر التكعيبي على 16 تي على باي في التاء، نفس اللي فوق بالظبط دي، بس هتزود 1 ناقص كي اس 4، تمام. بتستخدم الاعمال المجوفة ليه؟ بتستخدمها في عشان تزود الاسترس، لو عاوز تنقل، عشان تزود القدرة على تحمل الجدل، لو عاوز تنقل قدرة كبيرة، تمام، ومحتاج وزن قليل زي الغواصات والسفن والطيارات والحاجات دي، تمام. طب لو عندك طارة، لو عندك طارة ال تي تورك عليها هيساوي ايه؟ عندك تي واحد وتي اتنين الشدين اللي بيبقوا على الطارة، تمام. ف تي واحد ناقص تي اتنين في نص القطر هتساوي ايه؟ العزم، تمام. بالنسبة للطارة، لو سير مثلا موجود بالشكل ده، ازاي اعرف ان تي واحد هي الاكبر او تي اتنين الاكبر؟ شوف اتجاه الحركة فين،
فمعنى اتجاه الحركة ده، معنى اللي خلى الطارة دي تتحرك في الاتجاه ده هو الأكبر. ايه اللي خلاها تلف في الاتجاه ده؟ اكيد هو تي واحد، الشد عليه أكبر من تي اتنين، عشان كده اتحركت في الاتجاه ده. تمام. ملحوظات ان السيور والطارات بينتج عنها عزم عن العمود. طب انت تخيل ان الطارة دي في حالة ان العمود ثابت، العمود ثابت ما اشتغلش لسه، هتبقى تي واحد وتي اتنين مختلفين؟ لا، هو السير موجود مش شغال اساسا، يبقى تي واحد بيساوي تي اتنين، يبقى العزم بكام؟ صفر. يبقى في حالة ان العمود ثابت، ايه اللي هيأثر على العمود؟ وزن الطارة بس، وزن طبعا الايه؟ السير نفسه. تمام. فالوزن ده هيعمل على العمود ايه؟ بندنج. بيبقى في حالة الثبات العزم بصفر ومفيش غير بندنج مومنت. في حالة التشغيل العزم موجود والبندنج مومنت ايه؟ موجود. عشان كده بنحسب في حالة الايه؟ التشغيل، بحيث ان حالة التشغيل بتبقى اكتر حالة فيها العمود عليه اجهاد. تمام. هنا بيقول لك كلما زادت السرعة للأعمدة هيطلع قطر العمود أقل. ايه السبب ايه؟ مش احنا قلنا ان الباور بتساوي تورك؟ هنا بيقول لك كلما زادت السرعة للأعمدة هيطلع قطر العمود أقل. تمام. لأن زي ما احنا شايفين العلاقة دي، الباور بتساوي التورك في أوميجا، والأوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. تمام. و ال n هنا بير ريفوليوشن بير مينت. تمام. الاوميجا لما السرعة تزيد يبقى الاوميجا هتزيد، ولنفس الباور يبقى العزم هيقل. لما العزم يقل هتلاقي ان انت عندك في العلاقة اللي قدامك دي، لما العزم هنا تورك يقل يبقى القطر ايه؟ هيقل. تمام كده. يبقى لما تزود السرعة بتاعة العمود العزم يقل، فقطر الايه؟ الشفط يقل. يبقى لو عندك عمودين موجودين في مصنع مثلا، وواحد بيلف بسرعة 3000 RPM والتاني بيلف بسرعة 500 RPM، المفروض ان اللي بيلف 500 RPM لو هما مستمرين على السرعة دي طول شغلهم، يبقى 500 RPM تبقى القطر بتاعه أكبر من القطر بتاع اللي بيلف 3000 RPM. السبب إن 3000 RPM العزم عليه أقل، بالتالي القطر بتاعه لازم يكون أقل. الأعمدة اللي موجود عليها بيندنج مومنت بس، تمام، حالة الأعمدة الثابتة الأكسل بتحصل في تروس المساعدة الإدلر جيرز بتكون على عمود مفيش عليه أي عزم. هو اللي بيحصل ازاي في الجير بوكس؟ تمام. و بيتم تركيبه على عمود الوسط بواسطة إما كي أو كرسي، فلو عليه كي العمود هيلف، بالتالي هذا العمود لازم يكون مثبت على كراسي من الطرفين. تمام. أما إنما لو ركبته على كرسي هثبته من الطرفين عادي. تمام. لكن في كلتا الحالتين هذا العمود عليه بيندنج فقط، وده اللي احنا قلناه ايه من شوية. تمام كده. اللي هو زي اللي قدامك ده كده، ده بيبقى الدخل. تمام. وهنا بيبقى شافت أو ترس موجود عليه ترس طبعا، وده الخارج. العمود اللي في النص ده، تمام، مفيش عليه أي عزم، العزم عليه صفر. تمام كده. لأن كل وظيفته في الحياة إيه؟ إن ده يلف في الترس ده والترس ده يلف في ده، بس ده ما بيضيفش أي قوة، هو بينقل بس الباور من ده لده. تمام. السيجما بيندنج بتساوي الإم في الواي على الآي، الآي بباي على 64، دي أس 4، الواي بدي على 2 لو هو سيركلر شافت، و الام بتساوي الدبليو في ال بتاعتها. تمام. او البندنج او الام دي اللي احنا ايه ان شاء الله هنجيبها شبه ما كنا شغالين في الاستراكشر بالظبط. تمام. بالنسبه لو انت شغال على سوليد شافت هتلاقي ان السيجما بندنج بتساوي الام في الدي على 2 باي على 64 دي اس 4، هتلاقي ان الدي بتساوي جذر 32 ام على باي سيجما بندنج. سيجما بندنج بتيجي خصائص الماتيريال بتساوي السيجما على فاكتور اوف سيفتي، والام قلنا هنجيبها من شغل الاستراكشر، والجزء اللي هنا ده اللي هو الخاص بالايه؟ بالبعد. تمام. المعادله اللي زي دي زي ما قلنا كده بتحتوي على ايه؟ المكونات الاساسيه للتصميم، اللي هي الابعاد الدي اللي انت مطلوب منك تجيبه، الحمل اللي هو الام اللي بيجي نتيجه الفورسز اللي موجوده والاحمال اللي موجوده، اللي هيجي من الاستراكشر،
تمام. والخامة اللي هي السيجما بيندنج واللي بتيجي من فاكتور اوف سيفتي والسيجما التيميت والسيجما ييلد، تمام كده. زي ما قلنا في التورشن، لو العمود ده هولو هتبقى الدي انر على الدي اوتر بتساوي كي، لو عوضت في المكان ده كده دي اس 4 اوتر ناقص دي انر اس 4 جوه الكوز، وحطيت فوق هنا دي اوتر على الاتنين، وخدت دي اوتر من تحت اس 4 عامل مشترك، هتطير الدي اوتر اللي فوق مع واحدة من الأربعة، هيفضل لك دي اوتر تكعيب اللي جوه الكوس، تبقى واحد ناقص دي انر اس 4 على دي اوتر اس 4، تبقى واحد ناقص كي اس 4، اللي هي العلاقة دي، تمام كده. ملحوظة حالات التويستنج مومنت والتويست والبندنج مومنت قليلة جدا، لا تتعدى 10%، تمام. عشان كده كنت بقول لكم ان في القليل قوي ما هتلاقي نفسك بتشتغل بس تويستنج او هتشتغل بس بندنج، تمام. في حالة اما يبقوا الاتنين مع بعض، في عندك نظريتين مشهورين تشتغل عليهم، اما نظرية الماكسيمم شير او نظرية الماكسيمم نورمال ستريسز، اللي هي الماكسيمم شير بتحصل امتى؟ مع المواد الالاستيك، مع المواد اللي فيها ييلد، تمام، مع المواد الداكتايل، تمام. انما الماكسيمم نورمال سيجما مسمى السيجما مع المواد البريتبل اللي هي بتنكسر مباشرة، تمام، متعديش بمرحلة الييلد. فانت في دي هتقدر تجيب التاو ييلد وتجيب منها التاو ماكسيموم او التاو الاول، تمام. انما في دي لازم تجيب السيجما التيميت وتجيب منها السيجما الاول، تمام كده. فزي ما كنا بناخد في دايرة مور، هتلاقي هنا ان التاو التيميت او التاو اللوبل بتساوي نص جذر التكعيب لسيجما بيندنج تربيع زائد 4 تاو تربيع، وهنا هتلاقي ان السيجما واحد بتساوي نص سيجما بيندنج زائد جذر التكعيب نص سيجما بيندنج تربيع زائد تاو تربيع، تمام. مش مطلوب منك انك تعرف تحفظ الحاجات دي جت منين، كل اللي مطلوب منك انك تشوف الاختصارات بتتم ازاي، بحيث انك في الاخر هتوصل ان التاو تساوي 16 لباي دي تكعيب. طبعا احنا عوضنا هنا السيجما بيندنج وعوضنا هنا التاو اللي احنا كنا جايبينهم، واحدة بتاعة البيندنج بس، واحدة بتاعة الايه العزم بس، هتحطهم بس يعني انت مش هتعمل اكتر من كده، حطهم تاخد عامل مشترك، هتلاقي ان في عندك التاو بتساوي 16 على باي دي تكعيب جذر ام تربيع زائد تي تربيع، تاخد الجزء اللي تحت الجذر ده وتسميه العزم الدوراني المكافئ، تمام. يبقى التاو الأول هتساوي 16 دي اي على باي دي تكعيب، نفس المعادلة اللي كنا شغالين بيها هناك بالظبط، بس الفرق ان هنا التي بقى التي اي اللي هي بتساوي جذر التكعيب الام تربيع زائد التي تربيع، تمام كده. والام اللي جوه الجذر دي ده اقصى بيندنج مومنت موجود على العمود بتاعك، والتي طبعا هو عزم واحد بيبقى موجود على العمود، مفيش عمود بيبقى له اكتر من عزم، تمام. بالنسبة للجزء التاني هي نفس الفكرة بالظبط، بس بتلاقي عندك العلاقة دي بقى فيها ام اي، لكن تي اي هنا تبقى فيها ام اي، والام اي دي بتساوي نص افتح قوس ام زائد الجذر التربيع ام تربيع زائد تي تربيع، ممكن تشيل الجذر التربيع لام تربيع زائد تي تربيع وتحط تي اي، فتبقى الام اي بتساوي نص افتح قوس ام زائد التي اي، تمام. وتيجي تعوض برضو بنفس الطريقة التانية، تمام، ان السيجما اللوبل او دي هنا تساوي جذر التكعيب 16 ام اي على باي في السيجما الاول، الام اي دي اللي احنا قلنا ايه اللي هي قيمتها دي. ولو لو الشفت ده هولو مفرغ يعني هتبقى ايه، هتحط نفس الحركة بتاعة الايه الكي اللي كنا بنعملها. نعرف ان في نظر كتير بس هي قوانين بس، مجرد ما تدخل في المسائل هتلاقي ان الحوار سلس وبسيط يعني ان شاء الله. اخر حاجة، لو الشفت ده موجود عليه fluctuating loads، او لو العمود ده موجود مثلا في قص في كسرت في المحاجر مثلا، اللي هو قاعد يكسر بقى في حاجة عليه vibration عالي قوي، تمام، او عصارات الاثقب في المصانع، تمام. لو بتصمم شفت في الحاجات دي بتضيف كمان معاملات في المومنت بيندنج مومنت او المومنت والتورك علشان تزود
الامان اكتر من كده، لان الاعمده دي بيبقى عليها اجهاد عالي جدا جدا. تمام، فبتجيب حاجه اسمها الكي ام، التي اي والام اللي احنا لسه جايبينهم زي ما هم بالظبط، بس بتضرب الام في معامل وبتضرب التي في معامل. تمام، واحد فيهم كومبايند شوك اند فاتيج ذات فور فاكتور فور بيندنج مومنت، والتاني بتاع الشوك والفاتيج للتوستنج مومنت او للتورك. تمام كده، الكي ام والكي تي انت مش بتحفظهم ولا حاجه، هما بيجوا من الجداول. زي ايه؟ زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط. تمام، ما بتستعملهمش لو انت هتجيب التي اي والام اي لو قالك ان في فلكتويتنج لود موجود، بس وهيقول لك قيمهم ما تقلقش، مش هخليك تروح تجيبهم من الجدول. تمام، بس انت وانت بتصمم لو صادفك في مره ان انت بتصمم ان في عمود مثلا، العمود ده هيستعمل في حاجه، هيستعمل في عصارات قصب، هيستعمل في حاجات عليها اجهاد عالي، فاضفهم. تمام، وقيمهم موجوده من الجدول. ده كل النظري اللي ممكن يقابلك في تصميم الشافتس بشكل عام، يعني سواء انت هتحاسب على كل ده ولا لأ. تمام، هنبدأ ناخد بقى ايه المسائل واحدة واحدة كده وبالتبسيط ان شاء الله بإذن الله. تمام، شكرا.